حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال إئذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيه ثم قال ائذن له وبشره بالجنه على بلوى ستصيبه فاذا عثمان بن عفان قال حماد وحدثنا عاصم الاحول وعلي بن الحكم سمع ابا عثمان يحدث عن ابي موسى بنحوه وزاد فيه عاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه او ركبته فلما دخل عثمان غطاها